الحق واضح والله تعالى يهدي إليه من استهداه الحق واضح جرد شفت فرك والله تعالى كما كم يهدي شمزين إليه شجرد رومان كم دون استهداه كم شموتوم ألا كشمو جرد شموتوم كمان دي شمزين. فمن كان يبحث عن الحق كم جرد مجن ما فلا بد أن يصل إليه بإذن الله إذن كمان دايلا لا بد شر نزين ومن الباحثين عن الحقيقة أم لن حقيقة دون أدين ما أبو عبد الله سلمان الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام أم لن فارس أبو إسلام التموني لانزا يقال له شيرو قلت ابن الإسلام وسلمان الخير أري شيرو قلتن. خرج من قريته جاي من من بلاد الفاء من بلاد فارس إلى الشام شيء بلانزا فارس كولدو الشام ركيرو اينان قالوا باحثا عن, عن 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 الدين الحق أدين جري دام ما ثم إلى العراق ثم إلى العراق إراق وليونو وما زال ينتقل بين البلاد شيء نكتي كتب لا بلا, بلا دري دري جن. حتى أخبر شرو خبرت حورتي أن نبي آخر الزمان يهاجر إلى المدينة شرو حورت نبينا الدرر زمن الد مدينة رزور لجن مكة كوزنا مدينة لجين سشرو حورت حوارتنا فرح على إليها مع قافلة فغدروا به ركوك جمال لاين داي توازه داي ركوك جمال آين كشا لن فغدروا به شرع منزل وباعوه ليهودين شا يهودي لارو حتى التقى سلمان بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى سنا سلمان كان جاي مالا فيه علامات النبوة علامات النبي مرشلا صوندو التي أخبر بها شد خبرتنا مدا عليه السلام من سرو فأسلم سلمان الفارسية مسلم وقر زكاه النبي صلى الله عليه وسلم حيث وضع يده عليه شر مكن ذا فقال لو كان الإيمان عند الثرايا لنا له رجال مثله من هؤلاء كان من علماء الصحابة شو الجسر ما لما قال معاذ بن جبل سيدنا معاذ بن جبل التمس العلم عند عند اربعه. المؤمن اما علم المؤمن عند عوين ابي الدرداين وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام ناس سيدي علم المؤمن ومن فطنته سر أنقل كجنزين كار انه في غزوه الاحزاب كريو احزاب بين اشار على النبي صلى الله عليه وسلم شوريا في حجو بحفر الخندق، خندق بلاده لا فقال يا رسول الله يا ليتنجان، إنا ذا كنا بأرض فارس، أندي سبلى فارس اندي سبلا فارس اندي وتغوفنا الخيل، خندقنا علينا، ساندي كلادواندر بترم تمزين رينيا كبلى لنين، فأعجب رأي سلمان المسلمين، رأي سلمان المسلمين كورنزو، واخذ به النبي صلى الله عليه وسلم كان جمل يراين لا قوز ومن نصائحه العظيمه سوره عن التي صارت مثلا عبر الاجيال شدن ولدنا اولن كسولتي ولدنا سرز زمن نايل قوله قوله انزل ابي الدردار ان لربك عليك عليك حقا كما امر كلام من حكين ذنبي علي علي حكيم ولنفسك عليك حقا نسكم كلام من حكين ذنبي ولأهلك عليك حق يلا مكلا من حكين زامبيجي بيجي فأعطي كل ذي حق حقه حكي ما ذا حكين ذاية فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان سلمان نجي كان من الزهاد المتواضعين سر امدون دينار توين المتواضعين امدون سر رجناين كشرو سلمان الفارسي والقرماء المنفقين أمدون كره نفك كنجمة

على سبب دون على التوكل تاكنت على التوكل زنا كرصان يزيدي وكا فقر اشترى طعاما من السوق ليدخره كمبوكو كاسون جناجينس كمبوكو جناجين فقيل له اشرى تفعل هذا وانت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ديد يكون بكمبو يفطن جرامين سلام فقال ان الناس إذا, اذا احترزت رزقها شي الناس كل رزق سدوق نجا اطمئن كارون ذكرستين وتفرغت للعبادة إبادة رو. داي فرقتين وآيس منها الوساوس الوس... داي نموسي فرجتين توفي سلمان الفارسي باونو بالمدائن مدائن لين سنة ثلاثة وثلاثين سا فيقن لقياقن حجرية يا وقيل غير ذلك ألم قلن يا قلتنا فرضي الله عنه وأرضاه والحمد لله رب العالمين